وصلنا أنتاركتيكا أو القطب الجنوبي، حاولنا ننزل داخل بولت آيلاند بس ما قدرنا بسبب كثافة الثلوج أو القطع الجليدية وصلنا للبولت آيلاند، ولكن بكثرة القطع الجليدية ما قدرنا ننزل على الشاطئ، ولكن عملنا كروزنج بالزودياك حول القطع الجليدية. بعد البولت آيلاند تحركنا فترة المساء إلى براون بلف اللي هي هاي بداية القطب الجنوبي بالضبط هنا وين. اليوم الثاني من هنا وين كان اليوم الأول تحركنا إلى المنطقة هذه. المنطقتين هذيلة هذه تشتهر بكثرة اللي هي البطاريق والفقمات، وهنا حيتان. اليوم الثالث تحركنا المنطقة هذه إلى ديسبشن آيلاند، هاي منطقة فيها براكين ومحطة لصيد الحيتان. بعد ديسبشن آيلاند طبعا كان اليوم الأخير، مرينا على قنوات ساوث شتلاند آيلاند ورجعنا إلى إشوايا. المسافة اللي كانت من ساوث شتلاند آيلاند إلى إشوايا كانت تقريبا يومين في البحر.